ولكن هذه الكون ما ينفلت من ايد الله، كل شيء بيد الله، الله مقدر لكل شيء مقدار. انت رزقك هالقد تحاول تحصل رزق من جانب ثاني، تسرق من جانب ثاني، الله يفشل لك من جانب اخر، اخيرا تحصل على مكاسب هائله، ولكن الله يدخل متاهات، يدخلك في متاهات في اولادك وفي اهلك وفي حياتك الصحيه وفي جسمك. اخيرا ما حظيت بشيء. فد واحد في الروايه اكو الكافي يروي امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام كان يدخل المسجد راكب انطى لجام البغله بغلته، بيتفد شخص واقف باب المسجد قال امسك علي بغلتي، دخل المسجد لما رجع كان بيد امير المؤمنين درهمين حتى يعطي مكافاه لهذا الشخص اللي ماسك. فشاف هذا الشخص سارق اللجام ومنحاش والبغله موجوده، يمكن هم كان يريد يسرق البغله بس ما قدر عليها، بغله علي هذه ما تروحوا يا، بس اللجام شال اللجام ونحاش، فكان يريد يعطي درهمين. فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام انطى الخادم الدرهمين قال روح اشتري اللجام. الخادم في الرواية هذا اجى بالسوق شاف اللجام نفسه موجود، هذا السارق بايعه اشتراه بدرهمين. أمير المؤمنين قال صلوات الله عليه قال الإنسان الرزق ماله مكفول، هذا كلام أمير المؤمنين، بس من أجل أنه صبر ما عنده يطح في حرام، يقع في حرام. أخيراً هذا الرزق كان مفروض يوصل لدينا درهمين، أخيراً حصل من السنة.